تعالي أقولك إزاي نقضي على الشعر الأبيض بمنتهى السهولة، والشعر هيكون لامع وحرير. مش الوصفة دي مش بس هتقضي على الشعر الأبيض، ده فيها مكون جميل قوي قوي قوي، هيطول الشعر وهيرطب الشعر وهيخليه ناعم جدا، وهتغسلي شعرك وبجد هتدعيلي، والله العظيم هتدعيلي من قلبك، لأن الوصفة دي هتعجبك قوي. شايفين اللون عامل إزاي؟ يلا بينا، خليكم معايا للآخر وادوني لايك علشان تشوفوا الوصفة للآخر، وخليكم معايا لنهاية الفيديو، عايزة تعليق وعايزة لايك حلو. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة، وكل اللي هيجربها هيدعي لي. السلام يلا بينا. عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا، وعارفة ان انا مقصرة في الوصفات هنا، وعارفة ان انا مقصرة مع ناس كتيرة قوي حبايبي. انا برجو ان الجميع يسامحني، حصل لي شوية اكشنات وشوية ظروف كده هبقى احكي لكم عليها. طبعا النهاردة انا مطلب مني وصفات للشيب كتير قوي وللشعر الابيض كتير جدا جدا. تعالوا معايا هنعمل وصفة جميلة جدا بمكونين اتنين بس، وسهلة جدا جدا، ومفعولها جبار. يلا بينا هوريكم وصفة حلوة قوي قوي للشعر الابيض، يلا بينا. متنسونيش في اللايك علشان نشجع بعض كده ونستمر ان شاء الله. عايزه لايك كبير اولا كده يا يا حبايب حبيبي. قلبي، طبعا هنجيب حاجه كده نستعملها. بصوا، اول مكون معايا هو النسكافيه، النسكافيه الساده اللي احنا بنشربه الساده ده، بلاش التاني، تمام؟ اهو اهو هناخد منه تذكرتين، او على حسب طول شعرنا، لو شعرك مثلا اطول ممكن تكتري، تمام؟ اهو الوصفة دي طبعا تنفع للستات والرجالة، تنفع لكله. طبعا الشعر الأبيض زي ما قلت لكم قبل كده مش مرتبط بسن، مش شرط ان الواحد يكون كبير عشان شعره يكون أبيض، ممكن يكون صغير، سنه صغير عادي. انا طبعا هجرب بتذكرتين اهو، وانتي بقى على حسب شعرك مثلا طويل ممكن تجربي تاخدي تذاكر كتير اهو، تمام كده. تاني حاجة معايا وهو عايزة حمام كريم، بس يفضل ان هو يكون بناويل. ده الحمام الكريم ده تحفة، هو حمام زيت مغذي للشعر، يعني هو حمام وزيت مع بعض. الحمام الزيت ده بصراحة تحفة 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 للشعر، انا بجيب منه كتير وبجيبه على طول وبستعمله كتير جدا جدا، جميل جدا. في تذاكر على فكرة، مش هقولك هاتي العلبة ولا حاجة، ممكن تجيبي تذاكر منه، اسمه بناويل اهو، عشان يبقى باين في الشاشة، اسمه بناويل، جميل جدا حبيب قلبي للشعر، وجميل جدا لوحده، لو استخدمتيه لوحده خرافة للشعر، خرافة بجد، بيخلي الشعر ناعم جدا، وبيساعد في تطويل الشعر وبيغذي الشعر، يعني هو أصلا مغذي للشعر. ده بالخوخ، جميل، لا بالمشمش، يا ربي بالمشمش اهو، في بالخوخ برضو، بالمشمش اهو، فيتامين ب ه، وهو يعتبر مغذي للشعر، بيسيب الشعر طبعا صحي وقوي جدا جدا. انا نفسي، انا من كتر ما انا بجربه نفسي كل الناس تجربه. طبعا انا النهارده هدخله بقى في الوصفه بتاعتي دي علشان تبقى وصفه متكامله، يبقى هنعالج الشعر الابيض، وكمان هنغذي شعرنا وهنطوله وهننعمه وهنعمل فيه حاجات كتير قوي بسبب الحمام الزيت الكريم ده، ومعايا النسكافيه بتاعي. هنحط هنا بقى عليها، بصوا بيبقى لونه اصلا هو اصفر اهو، نعجن كده بس ونشوف. بسم الله، في منه تذاكر زي ما قلت لك، يعني ممكن تروحي الصيدلية تقولي عايزة تذاكر اهو. بصوا اتعمل بسهولة جدا اهو، طبعا ده حسب طول الشعر او حسب المكان عموما اللي انت عايزه تتخلصي بالشعر الابيض منه، يعني لو الحته اللي قدام بس على ما اعتقد ان دي هتكفي، عايزه تكتري بقى هتكتري، تمام. عموما هنكمل كده مفيش مشكله، الاضاءه في الفون طفت علشان هو هيفصل شحن. بصوا تفضلي بقى تقلبي فيه كده، بصوا اللون، اللون تحفه، اللون ده اللي هتلاقيه في شعرك اصلا اهو، جميل جدا جدا جدا. انا عامله لكم دلوقتي حاجه، يعني دي بس كتجربه، انما انت وانت بتعمليه طبعا هتكتري، هتكتري كميه النسكافيه اللي انت عايزاها او على قد المنطقه زي ما قلت لك، وهتحطي كريم برضو اللي انت عايزاه، في منه تذاكر في الصيدليه، ولو عايزه تجيبي انبوبه هتجيبي انبوبه وهتكفيكي كتير جدا. بص اللون بقى، اللون بقى كاكاو، جميل جدا جدا، بني كاكاو، يعني بصي لون تحفه اهو يا ست البنات، بصي بقى عامل ازاي، جميل جدا جدا جدا، سامحوني على الاضاءه ان شاء الله تكون واضحه. بصي بقى هتجيبي شعرك الاول، بس يكون من غير زيوت برضه زي ما اتفقنا، معلوش اي حاجه، يعني مش يكون عليه زيت مثلا وتيجي تحطي، لا انا عايزاه نضيف خالص من غير زيوت من غير اي حاجه خالص.
هتمسكي الحتت البيضة كلها تتمشي عليها بالدهان اللي معايا ده او بالوصفة دي، هتمشي كويس جدا 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 على الاماكن كلها اللي انت عايزة اللون الشعر الابيض اللي فيها يروح خالص، وهتلفي شعرك لو هتعملي شعرك كله برضو مفيش مشكلة، وهتلفيه كده طاقية او هتعمليه كحكة وتلبسي عليه كيسة او بونيه تمام، وتسيبيه لمدة ساعة، تكوني مثلا بتشتغلي تكوني بتعملي حاجة وبعد الساعة دي روحي اغسلي شعرك ودعيلي. بجد الوصفة دي تنفع للرجالة وللستات زي ما قلت لكم، لأي حد بيعاني من الشعر الأبيض ونفسه إن هو يتخلص منه، جميلة جدا 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 ومغذية للشعر بطريقة فظيعة. يعني بس مش هتعملي اغسلي شعرك بس بعد الوصفة دي ودعيلي، ليه؟ هتلاقي اللون الأبيض راح، هتلاقي شعرك ناعم جدا جدا وبيلمع وجميل جدا وطري جدا طبعا من حمام الكريم، وكمان النسكافيه بيحفز على نمو الشعر، بيخلي البصيلات كده تقوى وتطلع، ولو في اماكن ما فيهاش شعر بتنبت على فكره وبيطلع الشعر الصغير، بيطلع البيبي هير. جميله جدا جدا الوصفه دي خارقه بجد، انا وصفتها لناس كتيره برضو اشتكت لي من الموضوع ده، جيراني هنا وحبايبي، ولما جربوها قالوا لي بصراحه تحفه، من اول مره بتلاقي النتيجه فوريه. وبصوا من مكونين اتنين فقط، مش هنعمل حاجات كتيرة، وطبعا هتلاقي اللون ده وهتلاقي احسن منه كمان اهو، تحفة جميلة بجد. وريحتها انا مش عايزة اقول لكم بقى على الريحة اللي انا شمها، عشان طبعا حمام الكريم زي ما قلت لك هتجيبيه منه تذاكر او عايزة تجيبي منه الانبوبة دي مفيش اي مشكلة خالص. هو متوفر ان شاء الله في الصيدليات كلها، والنسكافيه زي ما قلت لك على حسب كمية شعرك، مثلا لو طويل لو قصير، لو الحتة اللي قدام بس اللي هتتعمل تنفع للرجالة وتنفع للحريم، جميلة جدا. اغسلي شعرك بعد دي وادعيلي، افتكري مريم كده في دعوة كويسة وقولي ان هي اللي قالت لي اعمل الوصفة دي، وانا عايزة لايك كبير كده. واسفة ان الحلقة النهاردة مش طويلة بس عشان انا تعبانة شوية، وطبعا هطلع لكم في حلقة مخصوصة واقول لكم ايه اللي حصل لي كده من العيد وجاي، حاجات كتيرة هنحذر منها، هحذركم منها حصلت لي انا شخصيا، وان شاء الله باذن الله ربنا يحميكم ويعافيكم يا رب جميعا. بس عايزة منكم دعوة حلوة، عايزة لايك حلو كده، ويلا بينا. ولو مشتركش معايا اشترك معايا في القناة، متنسونيش بقى في اللايك، اللايك اللايك، انا عايزة لايكات عشان الفيديو يترفع. واسيبكم على خير وتجربوا الوصفة دي وتدعوا لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.